دخلنا على الاسبوع السابع للسيزون 4 اللي هو سيزون مارفل كلياته مارافل والقصص هي، ودخلنا ان شاء الله على الجيف اوي الخاص بال $20. في بالاسبوع السادس عملت جيف اوي على $20، هلا رح اعلن عن اسماء الاثنين الفائزين بال $20، ورح اعمل جيف اوي جديد على $20 بهذا الفيديو ان شاء الله. فاذا انت اول مره عندك شاهد الفيديو على القناه يا ريت تشترك، تفعل زر الجرس، تحط لايك، تيك توك بنت حلو برايك، رايك بهمني جدا، وكود دعم بالاتم شوب نيمو 9 اللي ظاهر امامك يا ريت تدعمني فيه. ويلا مع بعض، فهلا والله بسكان الطاوله الارضيه وفيديو جديد. بالنسبة للجيف اوي يا شباب اللي هو رح يكون على $20، بنهاية هذا الفيديو رح اعلن عن الاسماء اثنين الفائزين بتاعت ابعاد تحديات الاسبوع السادس، ورح نعمل هلا جيف اوي على $20 تحديات الاسبوع السابع. بالنسبة للتحديات حاليا يا شباب معنا 7 تحديات للاسبوع السابع ان شاء الله، رح اشرح لك اياهم كلياتهم على السريع، وفي بعض الاشياء بتطلب منك شغل مع الجروب تبعك او مع اصحابك يعني. فبالنسبة للتحديات، التحدي الاول بيطلب منك تفتح 7 صناديق بمنطقة كيتي كورنر. منطقة كيتي كورنر اللي زارها امامكم هاي هي، كذلك انك انت تروح لهنيك تفتح 7 صناديق شيست وتخلص هذا التحدي، التحدي سهل وبسيط. بالنسبة للتحدي الثاني، التحدي الثاني بيطلب منك تقتل 3 اشخاص بمنطقة كريجي، منطقة كريجي اللي زارها امامك هاي هي، كذلك انك تروح لهنيك تاخذ اي سلاح باي موت كان، تقتل 3 اشخاص وهيك انت بتخلص هذا التحدي. التحديات كلها يا شباب عليها اكس بي، والتحدي الجروب عليه اكس بي اكثر، التحديات العادية عليها 25000 اكس بي، وتحدي الجروب اللي بيطلب منك انت واصحابك تعمله لو لحالك او مع اصحابك عادي بيعطيه 50000 اكس بي. وبالنسبة للتحدي الثالث، التحدي الثالث بيطلب منك انك انت تدخل خزينة دكتور دومز. دكتور دومز كلياتنا بنعرف منطقته الجديدة اللي هي مكان بليزنت بارك سابقا، كذلك انك انت تقتل دكتور دومز وتاخذ الكارت تبعه وتروح تفتح الخزنة تبعه وتدخل عليها، بس الموضوع بسيط. دكتور دومز بتلاقيه يا اما بتلاقيه تحت ارضية الملعب عند الخزنة تبعه، يا اما بتلاقيه بالقصر تبعه الكبير، هذا هو المكانين تبعات دكتور دومز، ما بتلاقيه اكثر من هيك، يا اما بتلاقيه عم يتفتل بالمنطقة هيك عم يشوف المنطقة ويشوف الحراس، يعني عم يظبط وضعه يتقصدر هنيك، فما بتلاقيه هيك يا بتلاقيه هيك، هذا هي بالنسبة للتحدي الثالث. والتحدي الرابع بيطلب منك انك تكسر 3 شبكات عنكبوت بمنطقة الاثيوريتي، كلياتنا بنعرف منطقة الاثيوريتي او السلطة يعني موجودة بوسط الماب حاليا ومهجورة، فصار فيها شبكات عنكبوت والقصص هاي. انا هلا رح اتركك مع مقطع صغير بورجيك وين تلاقي اماكن شبكات العنكبوت بمنطقة الاثوريتي وتكسرها وتخلص هذا التحدي، التحدي بسيط جدا. والتحدي الخامس الخاص بتوني ستارك، التحدي الخامس بيطلب منك انك تروح تستكشف المخبر او المكان الخاص بتوني ستارك او المخبأ السري بتوني ستارك، له كذا معنى هذا التحدي. التحدي هذا كله عليك انك انت تنزل على منطقة الجزيرة الكبيرة يلي هي بوسط الماب اللي هي حاليا فيها ستارك وفيها ايرون مان والقصص هي. هنيك في منزل خاص بايرون مان اللي هو موجود فعليا في فيلم الافنجر تبع ذا اند، يعني موجود هذا الفيلم عن حقه كان بالفيلم وحطوه حاليا باللعبة. كل عليك انك انت تروح على هذا البيت، تنزل على الابو تبعه وتروح تكتشف الابو بس وتفوت، هذا هو الموضوع كلياته وبتخلص هذا التحدي. صراحة تحديات الاسبوع السابع كتير سهلين. اما التحدي الثالث وما قبل الاخير، هذا التحدي بقى اسال التحديات معنا هو والتحدي الاخير. التحدي هذا بيطلب منك انك انت تسوق السياره من منطقه السويتي لمنطقه ميستي باربع دقائق بدون ما تطلع من السياره، مثل التحدي الماضي اللي كان معنا بالاسبوع السادس اللي هو كان من منطقه سليربي لمنطقه كيتي، ولكن حاليا من السويتي لمنطقه ميستي. كل عليك انك انت بتركب سياره بتروح بتفولها بنزين وبتظبط وضعك وبتركب السياره بتروح فيها على السويتي، تنزل باي مكان قريب على السويتي، يفلل سيارة وبظبط وضعك وروح فيها. بعد ما تروح فيها بتنزل منها بمنطقة السويتي وبتطلع منها، بيطلع عداد على الشمال
متى ما طلع عداد على الشمال خلص هيك انت بلش معك التحدي، المفروض انك انت تروح من منطقة سويتل ومنطقة ميستي بدون ما تطلع من السيارة بنوب، فانت حاول فول السيارة وروح لهذيك المنطقة عند السويتل، انزل من السيارة وطلع فيها وبتبلش معك التحدي. بالنسبة للتحدي الأخير، التحدي الأخير بقى كل عليك انك انت تعمل 10,000 دمج باستخدام قدرة ستورم اللي هي القدرة الهوائية، هذا هو التحدي. هلا هذا التحدي يا شباب حاليا بيصير معنا بطريقتين، الطريقة الأولى اللي هي بمود المارفل اللي هو كلياته قدرات وما قدرات تبع مارفل، والتحدي الثاني أو الطريقة الثانية بتقدر تساويها انك انت تلعب جيم عادي وبتلاقي تبع ستورم بالجيم العادي اللي هو السولو أو الدو أو السكواد. فهذا التحدي بدك تساوي يا هيك يا هيك، انا اللي بنصحك فيه انك انت تنزل بالمود تبع مارفل، مود مارفل لانه بينزل معك قدرات، وخد هاي القدرة الخاصة بستورم تبع الهواء ودمج فيها، الدمج مطلوب منك 10,000 وهي ما بتدمج كتير مشان يكون عندك فكرة، يعني هي بتطير الواحد وبعد منها بينزل على الارض وبتدمج، بس هذا هو الدمج تبعه. فهذا التحدي رح ياخد منك وقت كتير، فانت لو حابب تعمله بسرعة وبتلعب مع السكواد تبعك فياريت تساوي مع السكواد تبعك، لانه لما تلعب بالسكواد وانتو الاربعة تساوي هذا الشيء وتساوي التحدي هذا مع بعض، فاي حدا بيعمل دمج بينحسب الك وإله ولرفيقك ولرفيقك الرابع بس. فهي الفكرة هذا التحدي، مطلوب منك 10,000 دمج، بتمنى تكون عرفت، ولو محتاج اي شيء اكتب لي تحت بالتعليقات. طيب شو بالنسبة للجيفاوي يا نيمو؟ بالنسبة للجيفاوي يا شباب، الجيفاوي انا كل اسبوع ان شاء الله رح اعمل جيفاوي، فانا بالسيزون الماضي اللي هو كان السيزون 3 كنت كل اسبوع اعمل جيفاوي على 10 دولار. شلون بصير معي الجيفاوي انا وشلون بصير النظام عندي على الجيفاوي على القناة لو انت اول مرة بتعرف عندي الجيفاوي على القناة؟ الجيفاوي بصير يا شباب اني انا بدخل على موقع سحب عشوائي اللي ظاهر امامكم وبحط اي اسم، طبعا مثل ما شايفين انا عم بعمل تيست، فلكن هذا الشيء لسه مو اسماء الفائزين. فانا شو بعمل هلا؟ بعمل انه انا بحط الاسم او بحط الرابط تبع الفيديو، وبعد منه بختار اسم عشوائي، بس يعني يختار اسم عشوائي وبيختار، انا ما بختار اي شيء، بس هذا هو بالنسبه للجيفاوي. فهلا اسماء الفائزين اللي حيطلعوا معنا ان شاء الله هن شخصين، مبروك لهم سلفا، فانا ما بعرف مين اسماء الفائزين لانه انا عم صور الفيديو، وبعد منه رح اعلن اسماء الفائزين ومنتج الفيديو، مشان هيك انا ما مشان يكون في فرصه اكثر لاي شخص يعلق حتى لو قبل التحديات ما ينزلوا السابعين بدقيقه واحده، فمشان هيك هلا هدول اللي حيطلعوا امامكم اسماء الفائزين. الف مبروك لهدول الشخصين يا شباب اللي ربحوا معنا الجيف اواي، فبتمنى تتواصلوا معي على الديسكورد، وشكرا لكم يا شباب. ولو حابين تشاركوا بالجيف اواي اللي هلا بتحديات الاسبوع السابع، كل عليك انك انت تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس وتستخدم كود دعم بالايتم شوب نيمو 9، وغير هيك لازم تكتب تعليق عشوائي، التعليق العشوائي لازم تكتبه ولا تعمل سبام، يعني حاول اكتبك تعليق واحد تعليقين مشان يطلع اسمك من الفائزين، لانه هذا الموقع بيعمل فلتر. فاتمنى تشاركوا بهذا الجيف اواي، الموضوع بسيط جدا، بس اكتب كومنت اشترك بالقناه فعل زر الجرس، حط لايك وكود الدعم بالايتم شوب نيمو 9، بس الموضوع بسيط، واكتب كومنت ورح اعمل سحب على الكومنتات العشوائيه والتعليقات العشوائيه. شكرا لكم يا شباب، كود الدعم بالايتم شوب، كم مره قلت كود الدعم بالايتم شوب يا زلمه؟ بس خلص شكرا لكم، شاركوا الجيف اواي، مبروك للفائزين يا شباب اللي ربحوا الجيف اواي، رح اتواصل معهم او يتواصلوا معي على الديسكورد.